المسابقات في اتحاد الكوره اعلنت جدول المباريات لغايه الاسبوع ال14، وده شيء جيد. يمكن مباريات الاهلي في الجوله التاسعه، الاهلي هيلعب مع المقاولين يوم الخميس 21 يناير، ومهم جدا ان احنا نقول لكم الاهلي هيلعب ايه قبل ما يسافر ان شاء الله تعالى الى قطر نهايه هذا الشهر. الاهلي هيبدا كاس العالم يوم 3 فبراير باذن الله في العاصمه القطريه الدوحه. قبل ما هيسافر نهايه هذا الشهر هيكون لعب بعد مباراه الغد مع الانتاج الحربي، هيلعب مع البنك الاهلي في الجوله الثامنه يوم الاحد 17 يناير، يعني هيلعب الثلاث وهيلعب الاحد. الجوله التاسعه يوم 21 يناير هيلعب مع المقاولين. الجوله العاشره وده اخر مباراه له قبل السفر مباشره هيلعب مع بيراميدز. اذا بيراميدز هي التجربه الاخيره او البروفه الاخيره والجاده للاهلي قبل السفر الى الدوحه ان شاء الله. مباراه بيراميدز هتكون يوم الثلاث 26 يناير في الدفاع الجوي. هيرجع بعديها الاهلي باذن الله تعالى عنده يوم الثلاث 16 فبراير هتبقى مباراته مع سموحه. الجوله ال 12 هيلعب فيها يوم 10 مارس مع الاسماعيلي في برج العرب. الجوله ال 13 هيلاعب انبي في بتروسبورت يوم الخميس 22 ابريل. والاهلي وطلائع الجيش ضمن الجوله ال 14 هتبقى نهايه فبراير يوم 28 في استاد السلام. والاهلي جاهز الملف الطبي بالكامل لإرساله للجنة المنظمة لكأس العالم.